سلام عليكم ورحمة الله معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب من اول يوم تقريبا النهارده 13/8، النهارده يا شباب في بدايه جديده وان شاء الله عندي طاقه حماسيه جديده ان انا اعمل لكم احلى فيديوهات على اليوتيوب. فقبل ابدا المقطع بتمنى منك عزيزي يا مشاهد انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. النهارده يا شباب هيكون مقلب اسطوري فاخويا الصغير يا شباب، مقلب رجل الكهف فاخويا الصغير. تخيلوا ردة فعله هتبقى عامله ازاي. انا جاي لكم بعد ما صورت المقطع، عايز اقول لكم ان اقسم بالله المقطع النهارده تماما تماما مفيش حد يخرج منه بيضحك، اذا كنت صغير او كبير. فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه لو عايز تتابعنا على الانستجرام. شكرا لكل المتسابين وبس خليكم مع المقطع. زي ما انتوا شايفين دخلنا لعبه ماينكرافت عشان نعمل المقلب فاخويا الصغير. قبل اي حاجه يا شباب حطوا لايك عشان بجد المقطع ده لو وصل 100,000 لايك هعمل فيه مقالب كتيره وحاجات كتيره جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين ان انتوا تشوفوا الراجل الكهف الاسطوري اللي هنبدا ان احنا نعمل المقلب يا شباب. فبسم الله الرحمن الرحيم 3 2 1، حطيتوا لايك واشتركتوا في القناه، يلا بينا ليتس جو. تن 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 تن. طبعا زي ما انتوا شايفين يا شباب انا حاطه في ايرون بار وكابل ستون يا شباب، ان زي ما انتوا عارفين ان الراجل الكهف دوت لو خرج على حرفيا هيموتني. اول مره اصلا يشوف عالم ماينكرافت دايما بيعيش في كهوف وكده، دايما بصوا حرفيا مخيف جدا 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 يا شباب. بصوا حتى مقرب منه اسمعوا الصوت اللي هيعمله، اسمع يا بابا يا بابا يا بابا يا شباب. مين ده مين ده مين ده يا شباب؟ لا 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 ابعد عنه، انا بص مش هروح هناك تاني. تمام، ده انا بعمل كل ده عشانكم يا شباب وعشان نفرحكم، وعايز اقول لكم ان ده سحس الفار. سحس 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 ايه ده سحس الفار يا شباب. اوكي، فعشان كده يا شباب عايز اقول لكم ان احنا هنعيش الدور النهارده على صاحبنا اللي احنا هنجيبه النهارده، او اخونا الشباب اللي هو مالك هنعيش عليه الدور النهارده، لان احنا اللي معانا ده رجل الكهف. هفضل اخوفه طول الحلقه يا شباب من رجل الكهف واقول ان هو بيعمل اعمال شريره وممكن يقتلك، ولو ظهر لك في اي شباب كل حاجه هتشوفها في مقطع النهارده. بس قبل اي حاجه صلوا على النبي واذكروا الله لا اله الا الله، ما تنسوش تحط لايك. ار يو ريدي يا ابو السحاسيح؟ ليتس جو. واللي مش هيحط لايك هنجيب له رجل الكهف الحقيقي بقى. ماشي كده بص ان انا خلاص مفيش يا شباب. يلا بسرعه اقول لكم حط لايكات يا شباب، عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك. ويلا يا عم اخرج من السجن اللي انت فيه ده عشان نعمل بقى المقلب في مالك. يلا اطلع نطلع يا شباب من الايرون بار اللي هو فيها دي. انا مش عارف اللي دخله في الايرون بار. وبعدين يا شباب انت اللي دخلتني النهارده. المقلب لو ظبط يا شباب مش هيبقى مقلب واحد، هيبقى اثنين مقلب في بعض، واخر حلقه هتعرفوا ليه هم اثنين مقلب في بعض. فيلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. كسر كسر والله يا شباب. حبسته بس كده يعني حاجه على السريع كده، بس طلعت الصراحه قويه جدا. وزي ما انتم شايفين يعني فعلا لو في راجل كهف انا ماسكه انا هعمل كده يا شباب. فيلا اخرج يا رجل الكهف، يلا ادينا حته رجل الكهف الشرير. ايوه لا تاني 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 بس صب بالراحه، تاني صب بالراحه. اوكي يا شباب انا يلا بينا نروح لمالك دلوقتي وهنقول له ان احنا نعمل تحدي الدايموند العادي جدا اللي احنا بنعمله كل مره يا شباب، واللي هيفوز هياخد ايه. مالك بيحب ايه، شوكولاته مثلا؟ ايه رايك؟ هي ماذا دي شفت النطه بتاع ده طار. ايوه هي هي بتنط كده. يلا نطي نطي اديله نطه اسطوره كده. لا خلي بالك. هي بتنطح ولا ايه؟ راحت فين المجنونه دي؟ الو اوعى تنطحني. لا الحمد لله. اسمع طيب، مالك بيحب ياكل ايه نجيبه له مثلا، ولا بيحب ايه بالظبط عشان هو اسمه مالك صح؟ بيحب ماربيلا. لا لبان ماربيلا؟ يمكن. خلاص يا شباب لو فزنا في تحدي الدايموند هشتري له علبه لبان ماربيلا كامله يا شباب. اتوقع ان نصكم عارف يعني ايه لبان ماربيلا. فبسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا نروح نجيب مالك. سلام عليكم ورحمة الله معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب معايا مالك. هلا محمود هلا. اهلا يا مالك. اسمع يا مالك بقى، عارف النهارده احنا هنعمل ايه يا مالك؟ النهارده هعمل معاك تحدي قوي جدا جدا جدا. النهارده هيكون تحدي يا مالك، تحدي الدايموند. لو كسبتني يا مالك هجيب لك علبه لبان ماربيلا يا مالك. عارف يعني ايه؟ الله عليك يا ملوكه. طبعا انت متحمس جدا للتحدي ده وباين عليك انك هتجمع دايموند كتير جدا. فانا عايز اقول لك على حاجه يا مالك قبل ما نبدا المقطع. عايز توصل المقطع انت ملك الكيفنج. انا ملك الكيفنج وانت باين عليك هتبقى الملك بعدي. فاللي عايزك تعمله دلوقتي انك تصلي على النبي يا مالك وتذكر الله لا اله الا الله وتقول له وصل المقطع ده. كم لايك يا مالك؟ كم لايك؟
200,000 لايك. 200,000 لايك في كل لاعب بيتفرج على المقطع ينزل دلوقتي يضغط لايك ويلا بينا. ار يو ريدي في التحدي ده؟ يبقى قدامنا من الوقت هظبط من الوقت 10 دقائق عندي هنا عشان خاطر ايه نبدا التحدي الاسطوري ده. ف 10 دقائق ولا ربع ساعه؟ حلو ها ربع ساعة. ربع ساعة. فزي ما انتوا شايفين يا شباب شوفوا هنا الوقت اهو زي ما انتوا شايفين. و 3 2 1 and action. اوكي بدأنا يا شباب. ليتس جو. بدأ يجمع يا شباب باين عليه يا اسطوري. ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التحدي بدأ يا شباب. بلعب سرفايفل من زمان اساسا. ايوه يا شباب بيلعب سرفايفل. معنى ان هو بيلعب في سرفايفل مالك معناها ان هو هيجيب دايموند اكتر مني. طبعا احنا ما حددناش التحدي ولكن مالك انا هجيب اكتر من مالك الباركور. ايوه طب اسمع ومالك الكيفن. طب هقول لك على حاجه. اللي هيجمع في ال 15 دقيقه 15 حبايه دايموند هو اللي هيفوز. تمام 15 حبايه دايموند. 15 حبايه. يا نهار اسود. اول واحد يجمعهم يقول تم خلاص على طول. ماشي دول محتاجين بكاكسين فورشن. بس عايز اقول لك على حاجه. العالم بتاعنا ده مختلف تماما لان العالم بتاعنا ده مالك موجود فيه رجل الكهف الاسطوري. ممكن يطلع لك في كهف ممكن يطلع لك في حاجه وعنده سلاح كبير هيقتلني وهيقتلك. ايوه فانت خلي بالك من كل حاجه هتعملها. اوكي اوكي انا عملت لي بكاكس. عملت لي بكاكس اسمه ده ستون ولا لا خشب؟ لا لا خشب. خشب خشب. اوكي كمل كمل. انا بدات اجمع في الكابل ستون اهوت. اللي عايز اقوله لك بس ان رجل الكاب ده لا خشاش. مين والله ما غشيت انا. انا اصلا ما كانش معايا بالكاكس. انا مجمع قدام الناس. المهم بس عايز اقول لك على حاجه. سيبك من ده كله. اللي انا ما قلتلكش في اول المقطع وما الناس ما تعرفوش وانا اصلا مش بصور دلوقتي انه يا مالك في حد ظهر في السيرفر هنا اسمه رجل الكهف. رجل الكهف ده عنده سنان كبيره جدا. أنا جدا عارفه. ايوه ده غدار قوي. غدار بالظبط كده. انا عايز اقول لك يا مالك ان ده لو شافك يا مالك اعتبر نفسك هيقتلني على طول. يو ار ديد. ان انت ميت. فخلي بالك يا مالك من كل خطوه تمشيها لان ممكن يطلع لك ويسرق منك الدايموند. بس انا مش مشغل جاما. مش مشغل جاما. عادي. طب بص لو كده عادي تقدر انك ترجع كرييتيف تجيب لك تورش وتكمل. اوكي ليت ايرون. طب ينفع احول كرييتيف اجيب هات تورش بس عادي. ايوه اوكي عادي مفيش مشكله. بس خلي بالك اللي بيغش كتير او بيعمل حاجه زي كده كتير بيبقى ليه نسبه زور رجل الكهف كبيره. شفت حاجه؟ هو ظهر؟ لا لا مفيش حاجه ظهر. مفيش حاجه ظهر. انا جبت له استكان تورش. اوكي حلوين. خليهم معاك واستخدمهم في الكهف يا عم. لا ايروني. هم بتوعك؟ يس. انا ما اعرفكش. خد يا حرامي. خد خلاص خد انت. اعمل ايه يا شباب يعني هو عايزه ما اعمل له ايه. خلاص خدهم. في مليون كهف هنا نقدر ان احنا نلاقي فيه ايرون باذن الله. فانا هجمع ستون يا شباب والله عارف ان انا اعمل فور. جمع ايرون قبل الايرون. جمع ايرون قبل يا شباب. اوكي مكان حط الكرافتنج. والله باين عليه اسطوره. اسطوره في اللعب. فرن. والله انزل على شويه. اوكي بسم الله. حط كده. ايوه مالك. بس عايز اقول لك على حاجه. خلي بالك من كل حاجه وانت قاعد بتكسر وكده. خلي بالك من يمينك وشمالك وكده لان ممكن تلاقيه في اي لحظه جنبك. ماشي يمكن يكون ورايا. بالظبط كده. فخلي بالك من كل حاجه انت بتعملها عشان ممكن في لحظه كده. انا خايف منه. لا ما تخافش ما تخافش يا ماما ما تخافش. هو لو ظهر لك ناديلي بس. انت مالكش دعوه. اجي لك بالسيف الاسطوري بالبيكاكس. بس ما تسيبنيش. حاضر احاول على قد ما اقدر. انا ما اسيبكش. عارف لو سبتني هديك بالشبشب. لا 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 مش هسيبك. انا اقدر اسيبك. في ايه يا مالك؟ ظهر لي. مين اللي ظهر لك؟ رجل الكهف. ماي جاد. اجري اجري يا مالك اجري. بيجري وراك؟ لا 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 ماشي بس تعالى العب يا مكمل. جاي لك. استنى. خليك يا مالك خليك. بحاول اجري منه. اي وريني. ايوه فين؟ وانا جاي لك. ظهر لي في الكهف. انا جاي لك. ماشي ما تخافش. ان شاء الله مش هيظهر لك تاني. هو ممكن يظهر لك دلوقتي في اي لحظه. ماشي بس خلي بالك. فينك؟ انا بعيد عنك شويه بجمع ايرون. خلي بالك. ادخل. بحاول ادور على كهف. ابعد. في حاجة يا مالك تاني؟ ظهر لي تاني. استنى انا جاي لك. جيت. انت فين؟ جيت. هي فين؟ تعال. ما تخافش. ظهر لي في الكيفنج وظهر لي هنا. تعال ما تخافش. خليك ورايا في ظهري. اسمع الكلام. ايه المعزة دي؟ دي المعزه بتاعت ماينكرافت الجديده. ما تعرفهاش؟ خد يا معزه. ايه اوعى تضرب المعزه. لك كنت تبعه. خلينا بقى مع بعض هنا.
قتلتها. ماشي ماشي، خلينا مع بعضنا. امسك طيب ايرون، امسك ايرون. انا حطيت الايرون بتاعي، حط الايرون بتاعك اتحلل، واول بيكاكس ماشي. هيطلع ننزل نجمع بيه دايموند على طول، اتحدد طبعا اوكي، انا الحوار. عملت لي بيكاكس ايرون. بقول لك ايه، اسالك سؤال ماين كرافتاوي كده، ايه الدايموند بيظهر في الطبقه الكام؟ 11 او 12. ليتس جو، يو ار برو مان، انت اسطوره انت. ايه والله باين عليك اسطوره. توقعت ايه ده؟ تعالى بص بص بص، في سمك هنا كتير، السمك الملون الجديد. انا بس وانا بس اللي انا عايزه اعمل لي شيلد شيلد واعمل لي عشان احمي نفسي منه، عشان لو طلع لي. لا لا ما تخافش ان شاء الله، انا معاك. انت عملت شيلد بالايرون ولا انت بتصرف الايرون على شيلد؟ يلا اوعى تعمل الحاجات دي تاني. احنا اعمل لي سيف، اعمل لي سيف، اعمل لي سيف. باخد حبايه ايرون واعمل اللي انت عايزه. ماشي. لا ما تاخدش، ده ايرون. والله حبايه. خدت تكن. تعال بس بس لا لا هتموتني، لا هتموتني وراجل كافر. طب امسك، طب امسك اكل، امسك. لا لا مش محتاجين اكل، خلي الاكل معايا. اوكي يلا بسم الله. طيب يا شباب، بما ان معايا بيكاكس من الايرون زي ما انتم شايفين، خد ايه، خد خد اتو اتو خد. ايه بتضربني ليه انت دلوقتي؟ بقول لك ايه، الوقت عدى على فكره، حاسس انا اشوف فاضل قد ايه. فاضل 10 دقايق. او ماي جاد، اجري يا مجدي، اجري يا مجدي. اوكي يا شباب، اعمل لي سيف برضو. لا بلاش سيف، مش هحتاج السيف في حاجه. هعمل اخر حاجه اكس. اوكي عشان اجمع شويه خشب. طبعا زي ما امكان علمنا نلف يمين وشمال عشان ما لو طلع لنا راجل الكهف، وننزل اللي هو ننزل الخط، وبعد كده نمشي يمين وشمال عشان برضو عشان ما نقعش في لافا. الله عليك يا اسطوره. طب انت فين؟ طيب سبتني هي فين؟ زولي. عندك؟ استنى استنى ماشي ماشي، استنى اهد 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 اهد، ظهر لك فين؟ ايه ده وريني، ظهر لي في المكان اللي انا كنت بنزل فيه. لا ان شاء الله ما تخافش، تخافش تخافش، ان شاء الله يمشي دلوقتي. استنى يا رب ما يطلع ليش تاني. يا رب يا رب يا رب ما يطلع لك. انا هقفل من فوق عشان لو ظهر لي اعرف ان انا اكل. ايوه ايوه ايوه، خلي بالك. طيب خلي بالك خلي بالك، انا قاعد بقفل. بص بص، انا هحاول ان انا اجي لك. ماشي هحاول ان انا. قول لي الاحداثيات بتاعتك. تقول لي الاحداثيات. احداثياتي ثانيه، ثواني. احداثيات ايوه. احداثياتي 293 جاي جاي جاي. خلاص خلاص خلاص، شفت اسمك، شفت اسمك. 154. خليك واقف، شايف اسمك، خليك واقف. أوكي. ايوه خلي بالك خلي بالك خلي بالك من كل أوكي. حاجه. انا واخد بالي. اوكي خلي بالك. اوكي انا بس انا عامل الاحداثيات عشان اخد بالي من الارتفاع. هو التكسير ده متى؟ ام كامل تعالى الحقني يا ام كامل. جاي جاي ما تخافش ما تخافش، جاي يا ام كامل. يا ام كامل يا ام كامل يا ام كامل. ايه يا ابني اللي بيحصل لك؟ جاي 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 جاي. انا نزلت كهف تقريبا انت فيه، نزلت كهف تقريبا انت فيه. انا لقيت ريفين، لقيت ريفين. ايوه انا نزلت ريفين، هو نفس الريفين. سات فين؟ ايوه اهو انا قدامك، انا قدامك. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه ده؟ نحاس. لا لا احنا مش عايزين نحاس، احنا مش عايزين نحاس، احنا عايزين دايموند. دايموند عايزينه. ماشي عايز تجمعوا جماعه، انا انزل لحد الطبقه يا شباب السبع ال 36 35 34. او ماي جاد، على فكره احنا نازلين في جبل، يعني الارتفاع بتاعه عالي جدا. لازم اكلنا زق، اكلنا زق. لا لا ما كان زق، ما تخافش ما تخافش، احنا ما بناكلش زق، احنا المكبليون. تعال لما 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 علينا لوفا، لما علينا لوفا. انزل 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 انزل. ما تخافش ما تخافش ما تخافش، كسر 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 جنبك، كسر زيك ليه بس. خلاص احنا في الطبقه ال 12. ما تنزلش ما تنزلش، كسر عشوائي. ما تخافش ما تخافش، انا معاك انا معاك، ما تخافش. ليش بتخيل؟ خلي بالك مني عشان ما يطلعليش. لا لا ما تخافش ان شاء الله مش هيطلع، لو طلع لك انا بقول لك بالبيكاكس اللي معايا وهكسر لك دماغه. ما تخافش اوعى تخاف. ها هو عشان بس ظهر لي، ظهر لي يا مكمل يا مكمل، وكان وراك. انت بجد ولا بتتخيل؟ انت باين عليك بتتخيل. لا والله انت اتجننت. ما بهزرش، انت اتجننت صح؟ لا. او ماي جاد، ده راجل الكهف هو ده اللي بيحكوا عنه الاساطير. ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش، هو ده اللي بيحكوا عنه في الاساطير. لازم انا الاول واحد يلاقي دايما. طب وفر جنبي، ما انا معاك جنبك، انا وراك انا وراك على طول. ما تخافش تخافش، عدى من الوقت. مش عايز احط لافا بس عشان اللافا بتحرق. ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وهتلسع. انا معاك انا معاك، والله ما تخاف والله ما تخاف. خلاص 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 يا جدعان، يا جدعان بالله عليكم يا جدعان، لازم نشوف حال الراجل الكهف ده واللي جابوا معانا هنا العالم. انا بنور المكان عشان ما يظهرش. ماشي اهو ينور المكان كده، خليك اسطوره كده. ثاني هو انا هو انا كان عارف، كنت عارف حاجه في اسمه في كتابه، ان هو لو حطيت لحمه في المكان مش هيظهر لك لحمه. طب ما قصدك ان هو بيجي على اللحمه؟
لانه حط العفا حط العفا حط العفا. طب خلي بالك خلي بالك من كل حاجه هو بيعملها، خلي بالك هو بيجري ورانا قص عشان تقريبا احنا ضايقناه، والمعزه اللي ضربتها انت. ها قلت لك ما تضربش المعزه بتاعته. استنى عشان كنت عايز اضرب الريد ستون، بيقولوا ان بيبقى جنبه فيه دايموند. استنى سامع صوت حاجه هنا. حط لافا حط لافا. كسر سد 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 سد، مش كسر سد سد سد، مش تكسر. استنى في صوت ميه هنا، تعال نمشي تبع صوت الميه. تعال تعال. طيب انت فينك؟ اه شفت. تعالى تعال. بسم الله. بقول لك انا هنور جنبنا. اوكي في صوت ميه على شمالي، في صوت ميه على شمالي. تعالى في صوت ميه هنا 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 في عندي المكان ده. عندي اوكي. بقولك انا هقفل، انا هقفل عشان ما يظهر لناش. اصبر اشغل برايتنس. اوكي شغلها. ايوه خلاص شغلتها بقت شايفه. تمام تعالى بقى ثانيه بس اخد ايرون عشان ممكن نحتاج. الميه هنا الميه هنا. اوكي انت فينك؟ انا البيكاكس بتاعي قرب يتكسر. سامع صوت الميه فين؟ استنى انا سامع صوت الميه. مركز الميه. صوتها فوق صوتها فوق. فين؟ انا خايف قوي يا مكاني. تخافش ما تخاف، انا معاك ما تخافش. ظهر لنا. لا بس بس ايه ده؟ ظهر تحت ظهر تحت، حفر لنا الكيف. اهي اهي الميه اهي. تعالى تعالى اصبر احط تورش برضو. بص او ايميرالد. او ماي جاد. السلام عليكم. ساسره حبيت الايميرالد بتاعتي انا مكسره. اوكي مفيش مشكله مفيش مشكله. اعمل لك ايه انا مبني. اوكي تعالى ورايا. ايه ده؟ تعالى شوف التورش ده. ده الجلوسكوات انت عارف دوت، لما بيعملوا منه بوشن بيظهر لك التايموند والاميرال. احلف. شوف مين هنا. مين؟ رجل الكهف. سمعت ده كده؟ اوكي دوت لو البتاع دوت بتعمل منه بوشن بيخليك تشوف الدايموند فين والاميرال. حلو ده فين. حلو حلو كويس. احلى حاجه ان انت عارف معلومات كده. اوكي احنا عادي. لا انا عارف معلومات كتير في واحد 16 او واحد 17 يعني. رجل الكهف خد خد. خلي بالك خلي بالك خلي بالك من كل حاجه هتعملها. على فكره هو بيسد لنا الطريق عشان ما نعرفش نمشي. ما انا بقف ياب. ما انا عارف، ما كان ما انا شفته كان قاعد بيحط لافا. اوكي انا سديت اللافا. يلا تعال ورايا تعال ورايا تعال ورايا. ما عليك يا مكمل. تعال تعال امشي ورايا هنا. بيحط لنا لافا تاني، بيحط لنا لافا تاني. اجري. تعال لا 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 تعال اجري من الناحيه دي، تعال اجري من الناحيه دي. ازرق ولا اطلع وطلع لي هديله بالشبشب. لقيت ايميرالد تاني. حرام ايه حرام ايه، انا اللي لقيتها اصلا. دايموند دايموند هنا دايموند هنا، انا متاكد ان في دايموند. مفيش دايموند وانا اصلا هسد عليك كده يا كلب يا كلب عشان ما تجيش. والله شو عمال يجري ورايا ياخد الموارد. تخيلوا الاقي ايميرالد تاني. لا خد حبايه الايميرالد بتاعتي. وات. اوكي مفيش مشكله. تعالى بسم الله. اوكي انت بنجك وحش اما انا بنجي حلو، فعشان كده بعرف اخدها منك. شايفين التنمر؟ شايفين التنمر بتاعه؟ يقول لك انت البنج بتاعك. فهمت ليه؟ بعرف اخدها منك. اوكي استنى اوعى تزقني. اوكي ايه ده كريستال؟ كريستال اخدتها. يلا السلام عليكم. انت على اساس ما تموتش. يلا انت الحاجات اللي انت اخدتها دي كلها. لا 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 من غير سيف من غير سيف هموت 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 هموت. يلا يلا تعال نجمع دايما. اوكي فاضل قد ايه؟ لا حط لنا لافا هو انفيزبل، حط لنا لافا هو انفيزبل. ازاي حط لنا لافا؟ على فكره فاضل 3 دقايق. خش عليه خش عليه خش عليه. خلي بالك بطل 3 دقايق مش هنعرف نجمع دايموند كده يا مكان. اول واحد كده يلاقي حبايه الدايموند هو اللي هيفوز. سيبك من الكهف. ماشي انا امشي. طب امشي كده امشي كده خلاص. ماشي امشي كده. على فكره هو عندك يا مكان. ماشي ايه يعني مشكله؟ هاي رجل الكهف. قلت لك هو عندك، انت اللي مش مصدقني. حرقني المشكله. اول واحده يلاقي حبايه الدايموند. اجيب لك ميه اجيب لك ميه. لا 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 مش عايز حاجه مش عايز حاجه. طب خدني معاك. لا ما تجيش معايا. لا 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 خد خد. انا شفته هنا والله العظيم شفته هنا. على فكره اول واحد هيلاقي حد. يا اخي ما تخشش معايا في كل حاجه. ما تخشش معايا ما تخشش معايا. عامل لك ايه خايف؟ ما انت اخويا الكبير. ما لا لا ما تخافش ما تخافش. يا اروح فين فين ده؟ اوكي احاول امشي من هنا. ميم ميم امشي امشي. خلاص خلاص لا هتموتني هتموتني. وراك هو وراك 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 وراك. بص خلينا نجري كده. خدني معاك. بينزل لنا لافا. انا مش كده ولا انت متخيل؟ تخيلني انا عايز الاقي حبايه الدايموند وانت خايف في الرجل الكاف. ما تخافش منه. دور على اللافا دور على اللافا. انت اخويا الكبير. طيب اعمل لك ايه؟ معلش خليك ورايا خليك ورايا. ما تخافش بقى مالك. جيشك كل ما بيخافش ها ولا ايه؟
ضحك مليون جيش لا يخاف من الهروب من الصور عشان كده خاطي في القلوب مليون ايوه احنا سوا عيلة مش جمهور بيكم بنسعى المتعة بنعمل من الضحكة فنون اوكي تعالوا نكمل جمع بلوكات كده اوكي ونلعب بجمع بلوكات عندي عندي امشي 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 سيبك من الكامل الكامل عايز يلاقي حبات دايموند عشان ما يجيبلكش علبه ماربيلا الصراحه يعني اكدب عليك لا مش هتجيب لي ماربيلا هتجيب لي 100 دولار هو تديني 100 دولار عايز 100 دولار بس اكسب بس أوه. عايزك تكسب اوكي يا رب يا رب اكسب غصب عنك طب يلا وريني وريني ضربني بالسيفو اجري اجري اوعى اوعى مين اللي يجري انا ولا انت لا هو هو يا هو لو قتلك انا ماليش دعوه مش هاجي احمي عنك انا عايز الاقي ضايع ايه ده اداني تورش ده اداني تورش بجد ده طلع طيب يا عم طلع طيب يا عم مش مش حط لي لافا طيب ايه الله يخرب بيتك لا تخافش ما تخافش هو بيعمل كده استراتيجيات يعني خلي بالك استراتيجيات ايه ده هيموتني ما تخافش ما تخافش شرب عنك شرب عندك بوشن على فكره لا ما لو جه انا حط شيل حط شيل حط شيل هيقتلك يا مالي خلي بالك اوكي الامرالد خضني افتكرت لقيت دايموند يا رب انا حطيت الشيلد عشان ما يجريش دايموند حبات دايموند يا رب حبات دايموند الوقت فاضل قد ايه الوقت فاضل قد ايه الوقت فاضل الوقت خلص الوقت خلص الوقت خلص لا زود 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 5 دقايق خمس دقايق ايه يا ابني واحنا بنعمل مقطع ايه ساعة امشي طب هي دقيقة كمان هي دقيقة كمان اخر دقيقة يلا أوكي. يلا دقيقة دقيقة تلاقي فيها دايموند دقيقة تلاقي فيها دايموند دقيقة تلاقي فيها دايموند اوكي دقيقة يا رب يا رب يا رب والنبي يا رب ملك يا محمود يا محمود انا وصلت عند الهند دايموند يا محزوز ايه يا ملك الكوف مش وقته محزوز محزوز مين اللي جابني هنا انت اللي جيت عندي صح يب انت اللي جيت عندي على ايه دايموند يا محزوز كميه الدايموند اللي لقيتها انا اخدتها انا اخدتها الاول اهي معايا حبايه دايموند انا معايا 4 يلا بينا شباب نطفوا زي ما شفتم انا فزت بالتحدي لاني انا ملك الكهوف واول واحد يلعب شفت كلب انت كلب والله العظيم لا انت اللي فضلت تهزر مع رجل الكهف وقلت لك انا خلي بالك وخاف منه ومش عارف ايه وقلت لك تعال تعال انت لازم تعال تخش السجن ده خش تعال يا جزمه تعال يا جزمه خش هنا ده عقابا ليك بدل المربيلا خش هنا خش جوه لا لا هي بص وراك بص وراك بص وراك بص وراك مالك 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 ده سحس سحس يا مالك سحس ايه ده سحس والله سحس يا ابني هتموتني 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 والله لا هتموتني ورع هات الدايموند خلاص انا اللي كسبت سر الدايموند يا شباب طب قول لي اعمل فيها يا شباب يعني هو ولا قد اي رياكت اول ما شاف سحس ولا اي حاجه وكان مرعوب منه لما شافه هناك شباب في الكاف بس الحمد لله على كل حاجه كويس ان احنا ظبطنا المقلب معاه واحلى مقلب في الدنيا وكل ده بصور كل ده بصور كل ده بصور بس يا شباب اشوفكم مقاطعك على خير لا امسكوا سحس خد يا سحس خد يا سحس حي خد يا جزمه خد يا جزمه ادعكوا ادعكوا سحس خد هو سحس خد هو طب تعالى الحقوني حقوني ادعكوا سحس عشان هو يستاهل الكلب ده حس بص 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 هاتوا هاتوا سحس هاتوا هاتوا تعالى بقى اثبت ايوه عليك بس هات الدايموند بتاعك يا كلب يلا بس شكرا مقاطعك على خير الله ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وبس خد يا جزمه خد يا جزمه سلام سلام يا شباب يقعد يقول خد يا جزمه الصبح سلام يا شباب مك مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب مك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون مك مليون